يا السلام عليكم، معكم حمزه فور في حلقه جديده. اليوم جبت لكم موضوع جديد، موضوع شويه كلاس عشان خصني يكون كلاس. اذا الموضوع ديال اليوم هو 1 دولار بما يعادل تقريبا 10 دراهم مغربيه، شنو تقدر تشارك في العالم كله، يعني من الكويت، الامارات، المكسيك، الفلبين، المغرب، كل حاجه شحال تقدر تشارك. هذا الشيء اللي غنشوفوا الموضوع اليوم من قناه حول العالم. ونبداو. يو السلام عليكم، معكم حمزة فوري في حلقة جديدة. ما تنساوش ديروا سبسكرايب في القناة، لايك، وما تنساوش ديروا كومنت، تفعلوا الجرس طبيعة الحال باش يوصلكم كل ما هو جديد. نبداو، يلا نكتشفوا ما حول العالم. ماذا يمكن لمبلغ 1 دولار أن يشتري حول العالم؟ مصر ما يقارب 4 سندويش فلافل أو طبق كشري صغير، أو يعني 10 دراهم يشتري بها تقريبا 4 سندويشات، يعني شي حاجة اللي مزيانة. حنا راه سندويش واحد عندنا تقريبا دولار بحال هكاك. المغرب إبراق من الشاي اللذيذ في مكان شعبي. تقريبا اتاي الذي، تخيل معايا داك الذي شحال زوينه، ما كاين ما احسن من اتاي ديال المغرب. اتاي شربوا اتاي، راه ما كيديرش فقر الدم، يكذبوا عليكم. الاردن علبه كولا وكيس من الشيبس ولوح من الشوكولاته. شيبس يعني خصنا نعرفوا غير شيبس واش كبيره صغيره ما عرفناش. تقريبا داك كوكاكولا دايره تقريبا نص دولار، يعني 5 دراهم مغربيه. لوح شوكولاتة ما عرفناش شحال دايرتها، واش ديال درهم ولا 2 دراهم، المهم تقريبا هي هذيك. فلسطين سندويش واحد من الفلافل. لاحظنا في مصر كاينين 4 سندويشات، وفي فلسطين ولا 7 البيضات متوسطه الحجم. حنا تقريبا عندنا هي هذيك حنا عندنا البيضه بدرهم، يعني 10 البيضات في 1 دولار. سوريا سندويش من الشاورما او 4 كيلو من الطماطم، يعني شي حاجه مزيانه 4 كيلو ديال المطيشه. حنا تقريبا غتكون دايره شي دولار ونص 4 كيلو في واحد الوقت. شوف واحد الوقت كتولي دايره عاوتاني غاليه. سندويش من الشاورما تقريبا هي هذيك 10 درهم شاورما. العراق لتر من الحليب الطازج او 8 البيضات متوسطة الحجم. تقريبا غالية شوية علينا حنا، حيت عندنا اطروح هنايا ب 7 دراهم و 7 البيضات 8 البيضات 8 دراهم، ماشي شي فرق، ولكن فاش كتكون الكونتيتي كيبان الفرق. الجزائر كيلو واحد من الكسكس او 10 الخبزات. تقريبا هي هذيك تقريبا. دابا امي كتسخرني كتقول لي اجيب كيلو لاروب، كيلو لاروب شحال كيلو لاروب، خصني نعيط لامي مناسه واش علاش شحال الوقت بلا كنصور فيه. دابا راه الجوج، دابا يلا كنصور مع الجوج. السعوديه كيلو واحد من التفاح او 5 لتر من البنزين. واو 5 لتر من البنزين، 5 لتر حنا عندنا تقريبا ب5 دولار. التفاح تقريبا حنا ما وصلش عندنا كيلو بهذيك الدرجه، تقدر تاخذ دولار واحد تاخذ بجوج كيلو، ولكن 5 لتر من البنزين شي حاجه مزيانه. الامارات شوكولاته كيندر او كيس من الشيبس بزاف. الامارات فيها الغلا، الناس اللي مشاو الامارات قولوا لنا واش بصح كاين الغلا ولا لا. تونس لتر من الكولا او لتر من الحليب، تقريبا غالي علينا حنا واحد شويه، حيت واحد كولا وواحد لتر حليب تقريبا بجوج مدايرين 7 دراهم 7 دراهم. اليمن كرتون من العصير او نصف من اللبن، نصف لتر من اللبن. نص لتر من اللبن حنا راه بدرهم، نص لتر من اللبن بدرهم، عاش كيفاش. وكرتون من العصير ما عرفناش واش دوك 3 ولا غير وحده، غالية اليمن غالية بزاف. ليبيا كيس واحد
من كيلو، كيس واحد، كيس واحد كيلو من أرز البسمتي. شنو هو البسمتي؟ مهم لك الروز، ما عرفتش، ما عرفتش الروز شحال دير تقريبا، وما كتبان لي تقريبا مزيانة. اندونيسيا وجبة طعام لذيذة متكاملة. اندونيسيا وجبة طعام لذيذة متكاملة، يعني شي حاجة مزيانة متكاملة، يعني بكل شي لها، يعني شي حاجة مزيانة. نمشيو لاندونيسيا. كينيا 4 رؤوس من الملفوف وجوج كيلو من الطماطم، وجوج يعني شي حاجة كتبان لك مزيانة، يعني 4 طروفات ديال الملفوف وجوج كيلو من المطيشة، يعني شي حاجة مزيانة. البرتغال شرب فنجان من القهوة في أحد الأماكن العامة، يعني في أوروبا، يعني شي حاجة نقولو مزيانة. النرويج كيس من الشيبس الصغير، واه واه، $1 حنا تقريبا عندنا بدرهم، يعني عشور. النرويج غالية بزاف. تايلاند طبق من الأرز اللذيذ مع الكاري، يعني شي حاجة زوينة، 10 دراهم أورو واحد، يعني شي حاجة مزيانة، أورو ولا دولار ما دار. أمريكا علبة من الكولا، يعني ديال نص دولار عندنا حنا، دايرها هما عندهم دولار تقريبا، يعني الدوبل ديالنا. فنلندا دخول إلى حمام في مكان عام، يعني لا باش تدخل غير الطواليت في شي فنلندا ادخل بأورا سهل. واه. فرنسا قطعة جيدة من الخبز الفرنسي اللذيذ، ما عرفش انا هاد الخبز الفرنسي اللذيذ واش، يعني قطعة غير طرف منه، ما عرفش انا واش مزيان ولا مزيان، حش ما واكلش انا الخبز الفرنسي، ما عرف اكيد. سويسرا تفاحة واحدة، واو، سويسرا تفاحة واحدة، ناري بزاف. تفاحة واحدة $1 غالية، غالية بزاف. واش يمكن غير على حساب ان التفاح غالي تما ولا ما عرفتش بالضبط. رومانيا قطعة صغيرة من البيتزا، قطعة صغيرة من البيتزا، يعني تاهي كتجيني بزاف بزاف. رومانيا وسويسرا عقلوا عليها. الفلبين 20 دقيقة من تدليك القدمين، نايس، مزيانة، بانت ليا مزيانة على العموم، هادشي اللي كيبان ليا. اسبانيا كيلوغرام من الطماطم اسبانيا، كيلو من المطيشة اسبانيا، كيبان لي نوعا ما غالي شوية. الصين تنقل في المترو او شراء وجبة طعام محلي، ما عرفتش، بالي مزيانة تقريبا، مزيانة في المترو، يعني شي حاجة مزيانة. بلجيكا علبة من العلكة اللذيذة بزاف، ما عرفتش هاد اكسترا واش هاد واش اكسترا بالضبط ولا شي حاجة اخرى، لا كانت اكسترا مزيان، شنو اخر ما عرفناش. الهند وجبة من طبق البرياني مع الشاي والعصير، تخيلوا معايا، شوف دابا سويسرا تفاحة وبالهند وجبة، شو ماكلة كاملة، شي كامل $1، فرق كبير. هندوراس كمية كبيرة من الموز، يعني شي حاجة مزيانة، البنان رخيص عندهم. ايرلندا كيس من الشيبس الكبير تقريبا، هي هذيك مزيانة. غرينلاند، غرينلاند شراء لتر واحد من البنزين، هي هذيك تقريبا عندنا، هي هذيك، ولكن 5 لتر في السعودية. كوبا 4 أطباق من الأرز مزيانة، نايس، شي حاجة زوينة. كندا تفاحة عضوية أورجانيك، كيفاش أورجانيك؟ إخوان اللي مفهم هاد أورجانيك يكتب لنا في كومنتير الله يحفظكم. زيمبابوي يمكنك شراء الملابس والطعام اللذيذ، واه
يعني شي حاجه زوينه. تشيك علبه عصير واحده بزاف بزاف يعني ربع دولار تقريبا حنا كدير عندنا كيبيعوها معنا بزاف. المكسيك 40 موزه واه بواحد دولار بحال قلتي درهم في اربعه البنانات يا سلام. وهنا الاخوان كتسالي الحلقه ديالنا، ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه، ديروا جيم، فعلوا الجرس، ما تنساوش ديروا شي كومونتير، بارطاجي مع صاحبك اللي عجبوك هاد المعلومات، ولا بغيتي بارت 2 خلي لنا في كومونتير باش كلشي يكتب ليا بارت 2 باش ندير لكم جزء ثاني وبيست لكم.